وقع يوسف حمداوي لاعب المنتخب المغربي تحت 16 سنة أول عقد احترافي مع فريقه الحالي رويال أنتويرب، متوجا بذلك مسارا امتد لحوالي 8 مواسم مع النادي البلجيكي. ونشر الحساب الرسمي لرويال أنتويرب ضمن موقع التواصل الاجتماعي إكس تغريدة جاء فيها: متوسط الميدان الهجومي صاحب 15 سنة يوسف حمداوي يمضي أول عقد مع الفريق الأحمر والأبيض. وأضاف النادي البلجيكي في تغريدة أخرى: يوسف هو متوسط ميدان هجومي من أصول مغربية يزاول في رويال أنتويرب منذ 8 مواسم، هذا الموسم سيجاور فريق أقل من 16 سنة. تصدر إشارة إلى أن حمداوي كان حاضرا رفقة المنتخب المغربي تحت 16 سنة في المعسكر الذي خضعه شهر شتنبر الماضي. يواصل الدولي المغربي أشرف حكيمي عروضه المتميزة مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سواء في منافسة دوري محلي أو في دوري الأبطال، حيث بات من أفضل اللاعبين استرجاع للكرة ونوات منصة هوسكورد المتخصصة في تتبع الأرقام والإحصائيات المتعلقة باللاعبين بمستوى أشرف حكيمي في الشق المتعلق باسترجاع الكرات، مشيرة في تصنيف حديث لها بأنه أكثر لاعب استرجاعا هذا الموسم في منافسات دوري الأبطال بمجموع 30 كرة إلى حدود الجولة الثالثة من دور المجموعات. وشارك حكيمي مع باريس سان جيرمان في 11 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف مع مساهمته بتمريرات حاسمتين. جدير بالذكر أن منصة ترانسفير ماركت كانت قد وضعت حكيمي ضمن تصنيف أغلى 10 مدافعين في العالم، واحتل المركز الثامن بقيمة تسويقية تصل ل 65 مليون يورو، بينما يتصدر قائمة أغلى اللاعبين في مركز الظهير أيمن في العالم.